اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف اللي منورني في الاستوديو الكابتن اسلام علي نجم النادي الاهلي السابق في كره السله وايضا المدير الفني لفريق الشباب والحصل على بطوله الجمهوريه منذ ايام. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، منورنا والف مليون مبروك. ربنا يبارك فيك. شكرا وشكرا على الاستضافه الجميله في بيتنا قناه النادي الاهلي. سلم، يمكن البطوله دي جت في توقيت مهم، انت كنت مع فريق 18 وطلعت 16 انا اسف، وطلعت قبل مسكت الفرقه دي قبل البطوله يمكن بايام قليله، اسبوعين ونص بالظبط. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل عشان امسكهم ولا ايه اللي حصل لما لا تمسكوا انت؟ لا انا بتكلم ايه اللي حصل عشان في وقت ضيق ما شاء الله تقدر تاخد البطوله. هي وقت ضيق طبعا، دي رقم واحد. رقم اتنين، الظروف كتير صعبه، بعيد عن موضوع الكورونا والكلام ده. موضوع الكورونا طبعا ظروف على الكل، لكن الظروف الخاصة بينا الصعوبة في كذا نقطة كده. أول نقطة، الفرقة بتلعب في صالة طول السنة، صحيح. الفاينل هتلعب على أرض مفتوحة، عرفنا كده. دي نقطة. النقطة التانية، أنا ماسك فرقة قدامي بعد أسبوعين ونص هلعب فاينل جمهورية، يعني مش هلعب حتى بطولة الجمهورية من أولها تمهيدي في قبل نهائي ففي تدرج في الماتشات، لا ده فاينل جمهورية على طول. المفروض إن هم أقوى أربع فرق وصلوا فاينل، يعني مفيش ماتش ضعيف. بعد اسبوعين ونص، طب لو انت مكاني هتعمل ايه؟ مش عارف. انا مش عارف اعمل ايه. انا يعني الموضوع هشتغل وخلاص، بس مش عارف اعمل ايه. هتشتغل، بس انت بقى انت عارف طبعا فنيات الباسكت دفاعيا وهجوميا كتير جدا. قوي ما كنتش اشرف كان بيقول دلوقتي. زائد ان هم جايين من قاعدين من بيوتهم، يعني لازم اشتغل بدني كمان. قول لي في اسبوعين ونص ممكن اعمل ايه بفرقه داخله على فاينل؟ ماتشات جامده. ماتشات جامده طبعا. من الجزئيه دي كمان انا لازم اشكر الراجل بتاع مخطط الاحمال بتاعنا كابتن حسن، لان هو برده من دي وان هو مش سايبني خالص. يعني هو قبل ما نبدا نتجمع، لما بدانا خلاص هنعرف ان احنا هنتجمع مثلا الاسبوع اللي جاي والكلام ده، هو من الاول طبعا متابع الاولاد عن طريق جروبات الواتس والكلام ده، بيديهم شغل يعملوه. اول ما بدانا نتجمع اول 3 4 ايام كانوا فيتنس بس معايا طبعا هم، وانا موجود طبعا وبتابع واشوف الاولاد بيتمرنوا ازاي. بس هو كان يعني انا كان كل همي في الاسبوعين ونص دول ان الولاد يعلوا بدني قوي من غير اصابات. من غير اصابات، الله ينور عليك. الجزء الفني مش حد كتير، والصح اني ما اديش كتير لان فتره صغيره، صح. لو اديت شغل كتير مش هيحاول يحفظوه، ومش هيضحك على بعض، انت مش هتوصل ل 100%. بالظبط. طب بس يا جماعه انا عايز اعرف ماتش سبورتنج، يعني يمكن بس الزملاء يبلغوني ماتش سبورتنج والاهلي دلوقتي شغال، نعرف النتيجه بس عشان بلغها لجمهور النادي الاهلي. فما كانش ينفع ان انا ادي شغل فني كتير، كان كل شغلي اللي انا يعني همي ليه النهار في الفتره دي ان الاولاد يعلوا بدني قوي واحفظهم على قد ما اقدر الشغل الدفاعي، صحيح، مش الهجومي. برافو عليك، لان الدفاع يكسبك بطوله. يكسب الدفاع، يكسب. لو انا بجيب في الماتش 60 70 بونت كاوفنس او كشغل هجومي بس بيدخل فيها 70 80 بونت هتغلب. انما اقدر في الباسكت لو دفعت كويس ممكن في الاوفنس او في الهجوم ادي حاجه بسيطه والموفق خلاص يكمل. فكان كل تركيزي في الفتره دي ان انا الولاد يعلوا بدني قوي واشتغل نواحي دفاعيه، اسلوب جديد هم ممكن ما يكونوش متعودين عليه. او في بعض اللعيبه اللي هي مثلا لعبه منتخبات او لعبه فيرست تيم اهلي ممكن تكون عندها فكره بالموضوع، بس برضو كفكر ممكن يكون جديد عليهم. فكان كل همي الفتره دي ان انا اعلي الفرقه دفاعيا قوي واعليهم بدنيا قوي. تمام. وتقريبا زائد نقطه مهمه قوي قوي قوي، ودي يعني ده اساس شغلي، الدوافع النفسيه والتحفيز. برافو عليك. نحل معنا. مهم جدا. طب كابتن اسلام، خلينا احنا عملنا تقرير كده ليكوا بمناسبه فوزكوا، خلينا نشوفه واشوفه معاكم مع الساده المشاهدين ونرجع تاني. اتفضل. نجح فريق شباب كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني إسلام علي في التتويج ببطولة الجمهورية التي أقيمت منذ أيام قليلة على الملاعب المفتوحة بنادي صيد 6 أكتوبر. تصدر الفريق الأهلوي الدورة التمهيدية من البطولة بعد الفوز على مركز شباب دسوق والشرقية للدخان ومركز شباب النصر وألعاب دمنهور والاتحاد السكندري، لينتقل بعدها الفريق للدور قبل النهائي ويتصدر مجموعته أيضا على حساب هيئة قناة السويس وسبورتينج وسوهاج.
ثم استطاع النسر الأهلوي التحليق في سماء البطولة بعد الفوز على جميع منافسيه في المرحلة النهائية منها بعد التغلب على نظيره الأولمبي بنتيجة 49-48 ثم الفوز على الشمس بنتيجة 64-36 ثم الفوز على الجزيرة بنتيجة 55-44. الشياطين الحمر قدموا أداء مميزا ورائعا خلال البطولة وأشاد بهم الجميع سواء بالروح القتالية العالية أو الأداء المميز على الجانبين الدفاعي والهجومي، وأظهروا صورة مبشرة ومضيئة عن مستقبل كرة السلة الأهلوية. مثل المارد الأحمر في البطولة 18 لاعبا وهم زياد أسامة، عبد الرحمن حسام، بودي، عمر طارق، أحمد أسامة، علاء محمد، مؤمن موسى، عمرو أشرف، عمرو زهران، محمد نادر، عادل شريف، زياد صابر، آدم الحناوي، محمد وسيم، يوسف المعداوي، زياد الحسيني، يوسف لهيطة، مازن أبو الفتوح، وسيف صلاح. ويأمل مسؤولو كرة السلة بالنادي الأهلي أن يستعين كابتن أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول للرجال بعدد كبير من لاعبي الفريق أملا في أن يكونوا ذخيرة حية للفريق خلال قادم البطولات. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كابتن اسلام، التقرير انا حاسس بحاجه، ما اعرفش كانت صح ولا، حاسس ان في روح كده حلوه. من على فكره اللي انت بتقوله ده من اسباب المكسب. اصل انا في اسبوعين ونص عشان اكسب بطوله دي استحاله ابقى فني. بس خلينا برضو نقول برضو كابتن ندي، برضو كابتن ياسر ابو فتوح الحقيقه اللي كان ماسك الفرقه قبلك، برضو يعني الراجل عمل معاهم شغل طبعا لما قبل، صحيح ولا غلط؟ يعني هو لا طبعا ده يعني ما قبل الكورونا 70% من الموسم معاه هو. هو بالظبط. طبعا لازم نشيد باللي عمله الحقيقه يعني. طبعا طبعا اكيد يعني هو برضو كان اختيار اللاعبين ده كان ليه دور، بس انت كان مهمه انتحاريه بصراحه، يعني اسبوعين ونص عشان توصل بالفرقه واكيد ما وصلتش ل 100%. طبعا. طيب قول لي اصعب ماتشات ايه اللي لعبتها غير الجزيره؟ الماتش الاولاني بالنسبه لي كان اصعب ماتش لكذا سبب. اول سبب، فرقه ما اعرفش عنها حاجه خالص، الاولمبي اسكندريه، لا انا ولا الاولاد يعني، حتى ماتش الجزيره الاخير حافظين بعض يعني نوعا ما، ولعبه ضد بعض في بطوله المنطقه، لكن فرقه الاولمبي بتلعب في منطقه اسكندريه، فالولاد ما لعبوش ضدهم. حتى لما سالت على ابرز اللعيبه اللي فيهم بتاع، ما حدش عارف يجاوبني. الحاجه الثانيه في الصعوبه، هم بطل اسكندريه يعني، هم بطل البطولة في اسكندرية. وفرقة يعني مش عايز اقول كلمة، عارف انت بالبلدي كده حورتجية، غلسة. لا بلغة الرياضة، بلغة الرياضة طبعا يعني. كل الاحترام نادي الاولمبي. لا طبعا بتكلم على طريقة اللعب. انا بتكلم فرقة بطل. بالظبط. انا قصدي اصل انا برضو يعني انا من اسكندرية، وكنت بلعب في نادي زي نادي الاولمبي شباب مسلمين، نفس الجو، فعارف يعني ايه فرقه جايه بتلعب على ملاعب مفتوحه، ملاعب مهارات عاليه، بيعرفوا يلعبوا حريفه من الاخر، حريفه يعني. وده وفعلا هو اصعب ماتش انا كسبت فرق بونت. انا بقول لك عشان كده، وهو خلي بالك هم حريفه، ومش بس كده، انت ما عندكش معلومه عنهم، ما انتش عارف تمسك مين بالظبط، يعني هتتفاجئ بحاجه كده على طول بالظبط. وحتى لو انا مثلا عارف ان في لعيب مميز عندهم، ممكن اليوم ده اللعيب ده مش موفق غيره موفق، فالموضوع صعب جدا. فانا كنت معتمد في الفتره الاخيره دي زي ما قلت لك على النواحي البدنيه، النواحي الدفاعيه الصلبه قوي، التحفيز، العنصر الحافز. الحافز غير الحافز الرياضي طبعا. لا خلي بالك، الحافز الرياضي ده لسه، ما البطوله دي بتتلعب اصلا عشان الحافز الرياضي، وانت فاهم. عشان ما طبعا اتدبسنا فيها. ايه بقى كابتن سيد صابر يعني رئيس الجهاز، رئيس الجهاز تمام، شكل الجهاز بتاع السنه الجديده اللي هتبدا. حلو. اسلام علي 20 سنه تمام، السنه الجديده لسه من عارف. وبعدين فجاه قرر الاتحاد المصري لكره السله انه يستأنف الموسم الحالي للعيبه اللي هم ثانويه عامه عشان درجات التفوق الرياضي. فانت ما شاء الله اللي رحت بقى اتحطيت فالفرقه اللي فيها ثانويه عامه 18 و20. فكابتن سيد قال لي خلاص كمل معاهم. قلت له طب ما كابتن ياسر وفتوح فرقته ويكمل معاهم. قال لي ما هو هيكمل مع ايه؟ مع ال 18. خبر ابيض، موضوع صعب. انا اتدبست وكابتن ياسر اتدبس. بس في نفس الوقت ماشي، كابتن ياسر عنده النهايات قربت ان شاء الله يكسب بعد بكره. ففي نفس الوقت انت نادي اهلي، انت نادي ما فيش في حاجه اسمها ظروف، داخل بطوله عايز تكسب. يا عيني عليك. لا دي لا والله صح، دي حقيقه. انا بقول لك، انا ليه بقول اتحدى الظروف اللي قدامك. انا بس بوصل للناس والساده المشاهدين ان حتى يعني كابتن اسلام مدير فني ولاعب بيزرع في اللعيبه ان ما فيش اعذار طبعا،
يعني صح لسه كابتن اشرف لسه انا بتفرج في التقرير على نو سكيوز دي كلمه اساس في شغلنا. مفيش اعذار مفيش اعذار اللي عايز ينجح مفيش اعذار واحنا النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها اعذار في ظروف ضدك اقف ضد ظروف اشتغل مفيش حاجه اسمها كده اتدبست انت بقى اتدبست بس جمعت الاولاد قلت لهم بصوا اشتغلت يعني زي انا موضوع الحوافز دي النفسيه والمعنويه صحيح. انا اشهد لك بيها انا بصراحه بعرف اعملها يعني بعرف اعملها كويس انا لعبت معاك وكنا في اوضه واحده وانا اشهد لك بيها لان يعني لو وكمان بعرف ازاي الاسلوب التعامل والعلاقه اللي بيني وبين مجموعه العمل بزرع جو ان انا هتحبني وانت بتشتغل معايا يعني هوصلك ان انت تعمل حاجه وانت بتحبها هايل. انا الحمد لله بعرف اعمل دي والفتره القصيره اللي بنشتغل فيها مفيش اسلحه تنفع غير دي اسبوعين ونص تعمل فيهم ايه طب خدوا كام درجه كده الولاد في الثانويه العامه لا انا مش عارف بصراحه بالظبط بس 9 درجات خلي بالك هو كابتن ياسر فتوح برده يعني ساعدني في حاجه احنا عندنا الولاد اللي ثانويه عامه 5 ولاد فيهم 3 مش محتاجين قوي الدرجات لان تعليمهم اي جي وامريكا وحاجات كده مش في 2 في 2 هم اللي محتاجين الدرجات فلازم يتحطوا يعني لائحه الاتحاد بتقول ان هم لازم يتحطوا 50% من اجمالي عدد الماتشات ممتاز بلس 1 يعني طبعا. يعني لو مثلا 10 ماتشات يبقى 5 لا 6 اول مينيمم 5 احنا اوريدي كانت لعب معانا في البطوله 5 تمهيدي و3 سيمي فاينل قال لي 8 كان المفروض في الفاينل 5 على اساس دوره مجموعه 6 فرق في 2 اعتذروا قلته عن 5 فبقوا 4 فرق يعني 3 ماتشات طب الحل يبقى الاجمالي 11 الولدين دول لعبوا كام الولدين دول قبل البطوله ما تبدا كانوا اوريدي لعبوا 6 ماتشات من 8 حلو خلاص هم كده واخدين التميز شال من عليا عبء ان انا هو مش عبء بس هي الفكره كلها ان ايه ان هو من الاول خد قرار صح فسهل عليك في بالظبط ما يزنقش الولاد ما يزنقش الولاد ولا يزنقني ان انا اضطر ان انا اشارك ولاد عشان خاطر درجاتهم طب خليني اسالك بس لو انا كنت اتزنقت قبل ما تسال السؤال لو انا كنت اتزنقت في حاجه زي كده طبعا لازم احط الولد الله ينور عليك مصلحته مصلحته صح في الاول وفي الاخر مصلحته طب خليني اسالك بقى انت استعنت بلعيبه من 18 سنه الفريق الاصغر استعنت بمين وليه؟ انا لائحه الاتحاد بتقول ان انا من حقي احط في كل ماتش ولدين من 18 سنه. فانا كان عندي 5 فرقه 18 سنه بسم الله ما شاء الله كلها ممتازه. بس كان عندي 5 انا شايف ان هم اقرب 5 برومسنج ان هم يلعبوا وسط ال 20. حلو. في فرق برضو قوه وسرعه بين الولاد بس فالخمسه اللي انا يعني هذكرهم دول هم اكتر 5 من وجهه نظري انا وكابتن ياسر ابو فتوح وكابتن سيد صابر كرئيس جهاز متفقين مبدئيا على الخمسه دول هم اكتر 5 يقدروا ياخدهم لان كابتن ياسر ماسك 18 دلوقتي فهو عارف وانتوا بتقعدوا مع بعض وكان ماسك ال 20 ده الجميل في النادي الاهلي عبد الله ناصر وعبد الله ناصر ومحمود وليد الولدين دول عبد الله ناصر الصفقه الجديده اللي جايبينها من نادي الشمس طب خليني بس اقول لك حاجه يا كابتن انا اسف لفريق سبورتنج ماتش النادي الاهلي وماتش سبورتنج الكوارتر الاول خلص 27-15 والنتيجه دلوقتي 33-22 فرق 11 نقطه ان شاء الله النادي الاهلي متفوق منذ البدايه اهو ربنا يسهل ويكمله يا كابتن اسلام يا رب ونتاهل لبعد بكره عشان نلاقي الاتحاد كسب النهارده سموحه وتاهل تقريبا 85-66 وتاهل للنهائي اذا كده كده الاتحاد نفس السيتويشن او نفس الموقف بيتكرر تاني في الكاس الاتحاد تاهل ومنتظر اللي يتاهل من الاهلي وجزيره ونفس الكلام دلوقتي في سبورتنج احنا بنلعب سبورتنج والنادي الاتحاد اتاهل في المباراه اللي قبلنا على طول كل التوفيق ان شاء الله واكيد حتى لو احنا خرجنا يعني خلصنا البرنامج اي زميل هيجي بعدي هيقول لحضراتكم النتيجه ان شاء الله اتفضل اتفضل يا كابتن الخمس لعيبه اللي هو عبد الله ناصر الصفقه الجديده اللي جبناها من نادي الشمس السنه دي ولد هايل محمود وليد الاثنين دول انا قلت اسميهم في الاول عشان دول في منتخب مصر في معسكر منتخب مصر فهم بالورق والقلم هم اجهز فنيا ايديهم في الملعب يعني الثلاثه التانيين مالك ابو الفتوح ابن كابتن ياسر الفتوح على فكره يحيى مؤمن طارق خايب تمام ثلاثه هايلين مع الاثنين التانيين بس مؤمن كمان عشان فتره ثانويه عامه كان قاعد فتره كبيره في البيت صحيح. والكلام ده صحيح. مالك ويحيى كويسين بس برضو فتره كانوا قاعدين هم عبد الله ناصر محمود وليد اكتر اثنين جاهزين لان هم في المعسكر المنتخب وانت ما عندكش وقت تجهز حد وانا ما عنديش وقت ولكن الخمسه يصلحوا جدا لو هم في توب فورم وانا اقدر كمان وسط المجموعه اوظف ده فين وده فين وده فين لان انا عارف امكانيات كل واحد فيهم فعبد الله ناصر محمود وليد لعبوا ماتشين من الثلاثه عبد الله ناصر ريحته ماتش ملكه فتوح لعب الثالث ممتاز طبعا انا بختار بناء على المراكز واحتياجاتي ايه اللي انا شايفه محتاجه هنا باخد من هنا
وده اوبشن كويس ليا لازم استخدمه. ان شاء الله السنه الجايه انا مع 20 سنه من اول الموسم نفس الفكره برضو. برضو طبعا طبعا لازم. ممتاز، حتى بيبقى تجربه كويسه ليهم وكده طبعا. وكمان الخمسه اللي انا قلت اساميهم دول اصلا اتمرنوا فوق مع كابتن اشرف. طب خلينا بقى اخش معاك كده في حاجات بقى ايه يعني، شويه نخرج بره شويه بقى مود التركيز والبطوله كده. اسلام بقى دلوقتي انت من جيل شريف علي وطارق خيري وهيثم السعيد ومين تاني كان معانا وكيدار، الاسامي دي كلها، قول لي مين اللي انت شايفه مثلا من الجيلين 18 و20 يبقى زي طارق خير، مين زي الغنام، مين زي شريف علي، مين زي كيدار؟ لا صعب صعب صعب، اصل انت قلت اسامي ناس لا كل واحد تقيل في مكانه وفي مركزه. لا صعب يعني، يعني يمكن ممكن طارق خيري. لا ده هو ان شاء الله كمان يا رب. اوعى تقول لي اوعى تقولها. لا 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 هو ابوه نفسه يقول. اوعى تقولها. لا والله ما شاء الله. لا طارق خيري نجم كبير جدا، احنا طبعا نتمنى ان مؤمن طبعا يكون كده، بس طارق خيري ساب بصمه. ان شاء الله يبقى احسن بصمه كلاعب. ان شاء الله يبقى احسن، هو الولد امكانياته كويسه، عنده يمكن جسمانيه يمكن احسن. ولاد ما شاء الله كابتن ياسر وفتوح، ولاده الاثنين ياسر كابتن ياسر منتخب مصر ما شاء الله. هو ولد معايا في العشرين دلوقتي، بنت كابتن ياسر الفريق الاول كره السله سيدات في الفيرست تيم. ولاده الاثنين الاولاني معايا في البطوله دي، والثاني كنت بصعده من فريق 18. السنه الجايه الاثنين معايا ما شاء الله، الاثنين معايا في فريق 20 سنه. ممتاز ممتاز جدا، حصلت لهم الطفره الجسمانيه مع الطفره الفنيه. لا الولاد ما شاء الله كويسين جدا. محمود وليد هايل هايل، الولد اتطور جامد قوي قوي، واصغر ولد فيهم محمود وليد ده. طب كابتن اسلام احنا صورنا تقرير مع اللاعبين طبعا عشان نحتفل معاهم بحاجه زي كده. قالوا ايه؟ ما حضرتش انا التقرير. لا انا عايزك تشوف قالوا ايه بقى. انا عايزك تشوف قالوا ايه عشان ايه الحساب يبقى عسير. مهم جدا اعرف. طب اعزائي المشاهدين روح شوف التقرير اللي صورناه مع اللاعبين وارجع لحضراتكم تاني. اصعب ماتش هو كان فيه ماتشين، ماتش الاولمبي عشان الاولمبي كان واخد اول اسكندريه وكسبان اتحاد السكندري، واتحاد السكندري طبعا فرقه كويسه جدا، فهو دوت كان ممثل لنا زي تهديد اللي هو دوت اول اسكندريه واحنا كنا خسرانين في الجزيره في بطوله المنطقه واخدين منها تاني. فهو كان اصعب ماتشين ماتش الاولمبي وماتش الجزيره، عشان الجزيره كسبتنا مره في المنطقه، فاحنا كنا داخلين برده تحت ضغط شويه ان احنا ما ينفعش برده نخسر من الجزيره، احنا مهما كان النادي الاهلي نادي كبير وليه اسم ومتربيين فيه على المكسب من واحنا صغيرين. فهو كان اصعب ماتش ماتش الجزيره برده. البطوله دي بالنسبه لنا كانت صعبه عشان احنا كان عندنا وقف بسبب الكورونا، فوقفنا لمده 3 شهور، رجعنا كنا الفرقه كلها كانت مش جاهزه. كابتن اسلام علي عمل معانا شغل الفتنس والباسكت، ف الحمد لله ربنا كرمنا المركز الاول. كانت فرقه الجزيره كانت بالنسبه لنا فرقه صعبه عشان كسبتنا في المنطقه، فكانت صعبه ان احنا نعوضها، هي كانت فرقه محترمه يعني، فكانت صعبه ان احنا نكسبها، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني. النادي الاهلي معودنا ان احنا ايا كان في اي وضع في اي مكان واي وقت احنا لازم نبقى احسن فرقه في مصر كتمارين وكنفسيا وكروح. كابتن اسلام ما ريحش معانا خالص، كابتن اسلام فعلا كان تعبان معانا ما خدش اجازات، مدرب كبير جدا بصراحه انا بحبه جدا، اشتغل معانا كتير، تعب تمارين ما قصرش معانا في اي حاجه، ركز معانا في حاجات كتيره جدا، ما عمره ما قصر مع حد في حاجه، اهتم باللعيبه، رجع في لعيبه من كانت راجعه من اصابات رجعها ثقتها فيها، كانت لعيبه كتيره مصابه رجعت الثقه عندهم، راجعين برده في لعيبه كانت البدني عندهم كان راجعين من اجازه برده ما فيش، اهتم بالبدني، خد اسبوع بدني وبعد كده رجعنا نركز في الباسكت والفنيات وكل دوت. لا البطوله الحمد لله كانت اصعب ماتش نادي الجزيره، وبعد تعب 3 شهور احنا قاعدين 3 شهور في البيت وجينا اتمرنا شهر واحد وتعبنا فيه الحمد لله، والحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا البطوله. بالنسبه لاصعب ماتش في البطوله احنا كنا بناخد كل ماتش على حسب اليوم بتاعه، يعني ما كناش مثلا بنلعب اول ماتش بنفكر في الفاينل، واول ماتش مثلا يعني مثلا اول ماتش بنلعب الاولمبي كسبنا فرق بوينت، الماتش الفاينل ضد الجزيره اول وتاني كسبنا فرق 11، فكل ماتش كان بيبقى ليه صعوبته في وقت معين، بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا واحنا اجتهدنا وكابتن اسلام وكابتن ياسر فتوح تعبوا معانا جدا. الحمد لله الحمد لله كنا متوقعين ده عشان احنا طبعا تعبنا جدا ربنا كرمنا الحمد لله، يعني او حتى في كورونا كنا بنسال بعضنا بنتمرن بعضنا في النادي او كل واحد بيتمرن لوحده يعني عشان نكسب البطوله دي، عشان طبعا بطوله الجمهوريه كان بقى لها كتير جدا ما جاتش مع ال 20 سنه، فكان بالنسبه لنا يعني نحقق رقم قياسي جديد بالنسبه لنا طبعا حلم كبير جدا الحمد لله حققناه طبعا الحمد لله. اهلا بحضراتكم من جديد، بنستأنف حوارنا مع الكابتن اسلام علي المدير الفني لشباب كره السله واللي حصل على بطوله الجمهوريه. كابتن اسلام اللعيبه طبعا قالوا الكلام، انت بقى طبعا ايه حسبنا بعدين حسبنا بعدين يعني فيها يعني في يعني لاعبين قالوا كلام كويس دول يلعبوا
يعني دول لازم يلعبوا كتير دول. ما هم دول اللي عاجبني السنه الجايه فعشان كده. لا اللي عاجبني الروح وعاجبني اللعيبه يعني يعني مش حاسين انت مدير فني، حاسين انت واحد منهم. انا بس عايز اقول حاجه فضل. انت كنت في بطوله افريقيا مع كابتن طارق خيري في الجهاز الفني وكنت في الدرجه الاولى، هل التجربه مع الدرجه الاولى ساعدتك لما نزلت مع الشباب والناشئين؟ كتير طبعا كتير. في المواقف في الدرجه الاولى بتبقى اصعب واقوى بكتير. بتدي قصدك ايه مواقف من نوع ايه؟ المواقف اللي بتقابلنا صعوبات قصدك؟ المواقف اللي صعوبتنا بتقابلنا في الملعب كصعوبه ماتشات، كمواقف بنتحط فيها كريتيكال تايم بقى، والحاجات دي بتدي الخبرات فنيه وخبرات بتدي ثبات انفعالي شويه. يعني صحيح. المدرب لما يتحط في موقف زي اللعيب، زي ما اللعيب بياخد خبرات وبيبقى عنده ثقه تمام وبياخد بيجي له ثبات انفعالي بعد فتره، احنا برده كجهاز نفس الكلام. صحيح. الميزه في الجهاز اللي انت كنت بتتكلم عليه بتاع انا وكابتن طارق وكابتن شريف علي، جهاز هادي مش عصبي، صوته مش عالي، يعني 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 قليل العصبيه. فده بيتعلم اكتر وبيتعلم اسرع لانه مع الهدوء بيستفيد من المواقف وبيزيد الثبات الانفعالي بتاعه. دي ده طبعا كل ده بكلمك بعيد عن النواحي الفنيه. تمام. النواحي الفنيه طبعا انا اتعلمت طبعا من كابتن طارق كتير، وانا وكابتن طارق اتعلمنا برده من كابتن اشرف كتير. 43 انا اسف يا كابتن، نتيجه سبورتنج والاهلي 43-32، فرق 11 نقطه وفاضل دقيقه. كل التوفيق دي على الكوارتر الثاني. كل التوفيق طبعا للفريق النادي الاهلي، يا رب يا رب يتاهلوا ان شاء الله. واحنا كنا جبنا الكواليس لحضراتكم، شوفوا التركيز قد ايه، يا رب ان شاء الله يتاهلوا وبعد بكره تبقى النهائي مع مباراه الاتحاد النهائي ان شاء الله. اتفضل يا كابتن اسف لازم اقطعك، لا نحط الجمهور في ان شاء الله ربنا يكملهم على خير يوصلوا الفاينل. اتفضل يا كابتن. فبقول لك احنا انا اتعلمت من كابتن طارق حاجات طبعا في الباسكت، واحنا الاثنين اتعلمنا من كابتن اشرف لان احنا عمرنا كلنا في مع كابتن اشرف توفيق في الملعب مع كابتن اشرف توفيق. يعني انا ما كذبتش لما قلت ان كابتن اشرف توفيق دخل الباسكت الحديث في مصر. لا هو مش دخل الباسكت الحديث بس، يعني مع احترامي لكل المدربين اللي في جيل كابتن اشرف اللي كلهم اساتذتي طبعا يعني، بس بشهادتهم هم نفسهم يعني، لا كابتن اشرف في حته ثانيه يعني. يعني ربنا يديله الصحه يعني ان شاء الله ويكرمه ويكسب البطولتين اللي فاضلين في الموسم. لكن لا باسكت يعني من A to Z يعني كابتن اشرف، انا من ضمن الناس اللي انا بعتبر ان انا اخذت منهج كره سله من كابتن اشرف. كتيب يعني بس هو خدته عملي. عملي عملي طبعا يعني، لا عملي كلاعب خلي بالك عملي وانا بلعب لكن وانا مدرب بكتب. بتكتب. ما هو مفيش مدرب ما ينفعش ما يكتبش طبعا. صح. طبعا صح. يعني كابتن اشرف طبعا هو زمان ما كانش فيه النت والحاجات اللي موجوده حاليا دلوقتي وتقدر تجيب شغل وتقدر تجيب، كان في صعوبه عشان تجيب المعلومه. هو بقى لازم بيجيب المعلومات باستمرار، سافر كتير واشترى كتب كتير واشترى سيريات كتير، فهو عنده كم معلومات وهو صراحه ما بخلش على اي حد فينا يعني. فانا خدت منه العلم مكتوب وخدت منه العلم في الملعب. احييك على الكلام ده يا كابتن. لا حقه حقه حقه. لا 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 طبعا. مش عشان حاجه، ده بيدل على اخلاق النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، ان واجيال بتعلم اجيال فعلا، ومش لا احنا بنلمسه في كل كلمه بتقولها. تمام تمام يعني فانا زي ما بقول لك اتعلمت منهم كتير. اما جزئيه الثبات الانفعالي اللي كنت بقول لك عليها من شويه دي انا طلعت بيها من ماتشات الدرجه الاولى، لان في ضغط باستمرار طول السنه. بس عندك من زمان يا اسلام، ده انت كنت في الملعب يعني. تمام بس يعني اللعبه حاجه وتقول حاجه. انا فاهم تمسكني وكنت أنا عارف بارد تقول كده، بس يعني اللعبه برده حاجه وواقف على الخط حاجه ثانيه. صح. وبالذات كمان وانت بتلعب وانت في الخمسه كمان اللي في الملعب ما بتبقاش برده مشدود زي اللي بره. بره صح. زائد ان انت كمدرب انت ما بتلعبش، فانت ايدك ورجليك متكتفه بايد اللعيبه، مش ما انت مش انت اللي بتشوط بالظبط. فانت حتى ممكن تبقى عامل شغل كويس والولاد حافظينك كويس وبيأدوا كويس والكره تيجي في حاليه وتطلع. صح. هتقف بره هيجي لك حاجه، عشان كده معظم مدربين باسكت بقى بس خليني اسلام اقول حاجه. يعني انا طبعا بلغوني بالكنترول طبعا زمايلي الجمال ابراهيم الجمال ما شاء الله ربنا يحميه، عامل ماتش كويس جدا. والحقيقه والله حتى واحنا هناك انا كنت بتكلم مع الجمال في المباراه، قلت له يا جمال انت عليك عبء كبير، انت فيك ميزه الخبره والشباب ما شاء الله، انت بتجمع بالاثنين، وانا ان شاء الله مراهن عليك يا ابراهيم وان شاء الله تعمل وكل اللاعبين طبعا كل اللاعبين ورامي وهاب امين وعدلي وكل اللاعبين، انا مش عايز انسى حد. بس الحقيقه انا سعيد وهم بيبلغوني ان ابراهيم الجمال عامل مباراه كويسه، كل التوفيق لك يا ابراهيم ان شاء الله وكل زمايلك. انا اسف لان انا قاعد عايز اتفرج على الماتش، فطبعا انا يعني عايز اقول لك ان هو ربنا برضه عامل الحلقه في ميعاد الماتش يعني. ما هو بص لا احنا عايزين نقول ايه، ان هو انت حبك للنادي الاهلي او متابعتك للنادي الاهلي يعني في اي زمن وفي اي وقت، ولكن احترامنا لجمهور النادي الاهلي لازم يكون في الملعب. اتفضل يا كابتن.
كنا انت فصلتين كنا لا لا كنا بنقول على الثبات الانفعالي وان انت على اللاين غير طبعا اكيد لما بتكون جوه الملعب طبعا أكيد. الموضوع مختلف الخمسه اللي في الملعب برضو بيبقوا غير مش حاسين بالضغط العصبي الرهيب اكيد انا ماتش الثلاث ماتشات الاخر بتوع فاينل الجمهوريه اول ماتش زي ما قلت لك ماتش الاولمبي ده اصعب ماتش الولاد مركزين والجيم ماشي بشكل كويس وطلعنا 15 16 بونت وماشيين بشكل كويس لما ال 16 بونت دول في 3 دقايق يبقى بونت يا خبر ابيض عايزه بقى حاوي واقف على الخط بقى وعايزه واحد هادي جدا انا في ناس بتحسدني على هدوئي بقى انا في ناس بتيجي تقول لي انت ازاي اصل انت دي مش حاجه بتعلمها دي فيك يعني لا يعني والله عندك هدوء غير طبيعي مستفز يعني يعني الحته دي انا ما احنا عشت عمره وعارفين فدي حاجه كويسه وهتخليك مدرب كويس ان شاء الله انا شايف ان ده من ضمن الحاجات اللي بتخلي المدرب يعرف يفكر يعني انا ممكن مثلا يبقى مثلا معايا مساعد مثلا كل شويه يجي يكلمني في ودني كل شويه يجي يكلمني في ودني ماشي حقه ده شغله تمام يجي يقول لي بس ايه ممكن يفضل الزن الكتير ده بيخليني مثلا ممكن افصل لا ما لازم يكون في هارموني بينك وبين المساعد زي ما انت قلت ان في هارموني بينك وبين مخطط الاحمال اكيد 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 ف طول ما انا واقف على الخط انا ممكن ازعق في حاله مثلا معينه مثلا لما اكون ايه بشجع الاولاد بقول لهم يلا يلا رجاله لكن تعليمات فنيه ما بحبش ازعق كتير لان انا بطبعي انا لو يعني لازم ابقى هادي عشان اعرف افكر صح والحمد لله بعرف افكر كويس والحمد لله بعرف اقرا الجيم كويس والظروف بتساعدني طب اسلام على المستوى الشخصي بقى سيبك من الباسكت انت تعرضت لحادثه جامده جدا حوالي سنه وشويه يعني انت من هواة ركوب الموتوسيكلات ولما كنت بعمل الفقره بتاعت الموتوسيكلات قال لي طب ما كنت تجيبني هيثم ده انا قديم يعني بس انت بعد الشر يعني ربنا يبعدها عنك تاني عملت حادثه جامده جدا بالموتوسيكل كلمنا عن التجربه دي وازاي رجعت تاني والله انا كنت ماشي بالموتوسيكل رايح شغلي الصبح بدري عادي جدا الحمد لله جوه البلد مش على طريق حته كده فيها رمله اتزحلقت الموتوسيكل اتزحلق فخبطت في عربيه ماشيه يا خبر ابيض مش ما فقدتش الوعي بس دخت كده بتاع حوالي دقيقه كنت لابس كل لابس الخوذه وكل حاجه تمام والخوذه طارت يعني ف انا اللي لفت نظري ان اللي خبطتني واحده ست ومعاها بنوته صغنونه كده 7 8 سنين يا حرام الاثنين نازلين من العربيه بيعيطوا يا حرام ف طبعا احنا عندنا زوجاتنا واولادنا وعندنا وحاسين بالبيت والكلام ده ف هي مش غلطان على فكره وانا مش غلطان برضه هي انا الموتوسيكل اتزحلق فيها بس هي يعني ايه لو كان راجل اللي سايق كان ممكن يتفاداني فيعني انا مش قصدي حاجه لا لا طبعا بس يعني ايه فالمهم نزلت طبعا بتعيط وخايفه وبتاع مش عارف ايه انا في عز ما انا بتطمنهم بصراحه قلت لها بقول لك ايه انا كويس ما فيهاش حاجه انا الدم نازل من وشي ولازم كل حاجه مش عارف الدم وكان معايا شنطه اللابتوب برده عمال الم فيها انا تمام هبقى تمام قلت لها انا كويس ما فيش حاجه خدي البنت وامشي انا عارف طبعا ما تيجي شرطه مثلا تيجي اسعاف تيجي بتاع مش عارف ايه محضر هنا عايز تحل المحضر عايز تحل الموقف قلت لها انا كويس خدي البنت وامشي بتاع مش عارف ايه فخدت البنت ومشيت فعلا ما اعرفش بس انت قعدت فتره تتعالج لا وانا قعدت فتره في المكان الحادثه على ما فقت اصلا وشطفت نفسي والناس اتلمت وبتاع وطلعت على المستشفى طب الموتوسيكل اخباره المهم انا عايز اقول لك ان انا رحت المستشفى سايق الموتوسيكل والله فعلا انا كان كل همي كمان الموتوسيكل ادوره يدور ما هو اصل لو دار طب قدر انك دورته دار رحت ايدي الشمال كده كانت على الدم اللي نازل وايدي اليمين سايق الموتوسيكل بالراحه قريب المستشفى ما كانتش بعيده يعني وصلت عند المستشفى قلت للسيد خالد ده معاك بس على ما اخش جوه قال لي ايه ده المنظر ده اتخض طبعا المنظر طبعا اكيد دخلت على الطوارئ جوه وكابتن اسلام يمكن طبعا الحمد لله على سلامتك ربنا ما يعيدها بسيطه يعني هي يعني جبس كده حوالي مثلا 6 اسابيع وكام غرزه كده في كام حته وخلاص يعني الدنيا مشيت يعني طيب الفقرة الثانية خلصت 45-32 نتيجة كويسة يا رب يحافظوا على هذا الفرق والتقدم إن شاء الله والفرق ده يتحافظ عليه بالدفاع إن شاء الله طب كابتن إسلام قبل ما ننهي حلقتنا اللي أنا كنت سعيد بيها جدا جدا والكاس يمكن معانا يمكن منورنا أنا ببقى سعيد أول لما أشوف الكؤوس كده ومنورة الاستوديو وإن شاء الله ده أول كاس يخش قناة النادي الأهلي الكاس ده غالي عندي جدا جدا يعني على فكرة خليني أقول إيه يعني أي واحد جواه بيبقى فيه أمنية هو مخبيها عن الناس وكده طلع لي إيه أمنيتك إيه أمنيتك في الفترة اللي جاية في امنيه قريبه ان انا ان شاء الله في 20 سنه السنه الجايه ناخد بطوله المنطقه بطوله الجمهوريه بموسم من اوله لان انا اول سنه اشتغل فيها لوحدي كان السنه دي على فكره معايا فرقه 16 سنه فرقه خامات كويسه جدا جدا امكانيات كويسه جدا بس للاسف جيل سيء الحظ في النادي بقاله 4 سنين ما بيكسبش اشتغلت معاهم ورعايه ربنا فيهم
وهنلعب منطقه وجمهوريه، ربنا كرمنا وكسبنا منطقه. الجمهوريه سبتوها؟ الجمهوريه ما اتلعبتش، ما اتلعبتش اصلا، ما اتلعبتش. فالحلم ما كملش، كمل بس ربنا عوضني يعني، عشان بقول لك ده كاس غالي جدا لكل. انما السنه الجايه ان شاء الله مع فرقه 20 سنه اتمنى ان شاء الله ان انا تعتبر اول سنه بقى كامله ان شاء الله اشتغل لوحدي اكسب البطولتين باذن الله، ان شاء الله. وهنجيب ترابيزه اكبر عشان نحط الكاسين باذن الله ان شاء الله. طبعا مهمه جدا. كابتن اسلام علي طبعا المدير الفني للشباب كره السله واللي حصل على بطوله الجمهوريه، بشكرك شكرا جزيلا، نورتني والف مليون مبروك. تسلم يا كابتن هيثم، وانا مبسوط ان انا كنت معاك النهارده، وان شاء الله البطوله اللي جايه نيجي بالكاس وبالفرقه باذن الله. ان شاء الله تنور بيتك وقناه النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه النهارده، استنونا ان شاء الله، احنا يمكن الاربع اللي جاي مش طالعين عشان مباراه كره القدم، هنطلع الحد اللي بعده، استنونا في حلقه جديده من الابطال، قصه جديده وبطل جديد. شكرا جزيلا.